الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. مرحبا بك عزيزي المشاهد مع حلقة من حلقات برنامجنا المعجزات القرآنية. سورة في القرآن، سورة كبيرة جمعت أحكام ويعني تشريعات كثيرة. الله سبحانه وتعالى سماها بسورة البقرة. طبعا قصة البقرة هذه سورة جاءت التسمية لها لما فيها من معجزة حدثت مع بني إسرائيل في البقرة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوها لمعرفة ذاك القاتل الذي قتل ذاك الرجل الذي وجدوه عند باب بيته مقتولا. قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، قصة أن رجلا من بني إسرائيل كان غنيا وكان ينفق على ابن أخ له فقير، وكان يحسن له، يعني يحاول يساعده بقدر ما يستطيع. ويوم من الأيام طمع ابن الأخ هذا بمال عمه، فجاءه قال: يا عم أنا محتاج أشتري كذا وكذا وكذا وكذا. قال: أنا أعطيك اللي أستطيع أساعدك فيه، لكن أنت تطلب هذا المال الكثير ما أستطيع أفرقه. طبعا العم عنده مال، لكن عنده كذلك ممكن ينفق على ناس آخرين. فما كان من هذا ابن الأخ إلا أنه كان مستعد إذا رفض العم أن يقتله ويجعل جثته عند بابه، ولكن فعل هذا الأمر ليلا، يعني وقت ما ينام الناس جاءه ليلا، والناس طبعا تكون نائمة في الوقت، ما كان فيه كهرباء، فضرب الباب، خرج له عمه: نعم تفضل. قال: أنا أريد مال كذا كذا كذا، ما أستطيع أوفر لك هذا المال. فقال: ما تعطينا هذا المال، يعني أنت بخيل. بدأ يشاجر عمه، فلما عمه غضب شتمه، فهذا كان مستعد، فأخرج خنجر عنده وكز عمه فقتله. تأكد أنه مات، تركه عند الباب وهرب. في الصباح رأوا الناس أن هذا الرجل مقتول عند باب البيت، قالوا: من قتله؟ فجاء ابن أخيه قال: من قتل عمي؟ عمي هذا الحب، يعني بدأ يمثل عليهم بأنه هو يعني ما سوى شيء. فاحتار بنو إسرائيل، حاولوا يحققون، ما استطاعوا أن يجدوا سبيلا لمعرفة قاتل هذا الرجل. فجاءوا إلى موسى عليه السلام، هذا في عهد موسى، قالوا: يعني أريد يا موسى أن تدعو الله عز وجل أن يبين لك من قاتل هذا الرجل التاجر، لأن هذا الرجل كان له مكانة بينهم. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يذبحوا بقرة، وإذا ذبحوا البقرة أن يضربوه بكتف البقرة، الميت يضربوه بكتف البقرة، فهو سينطقه الله ويقول اسم القاتل. بدأ، قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا، تضحك علينا أنت يا موسى؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني هذا موجود، لا فارض ولا بكر موجودة. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. بدأ يشددون على أنفسهم. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد على أنفسهم، شد الله عليهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وجدنا هذا متكررة في البقرة عندنا. فاصل عزيزي المشاهد ونعود ونواصل.
عودتي إليك عزيزي المشاهد بعد هذا الفاصل لنواصل الحديث قصة البقرة مع موسى عليه السلام وبين بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى قال يعني لهم بعد ذلك بوحي لموسى، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وجدوها عند غلام يتيم في بيت أيتام محتاجين، فلما علم هذا اليتيم وأسرته بأن بنو إسرائيل يعني يريدون هذه البقرة بعينها ضربوها بأضعاف مبلغها. وهذا من ما يقول لا تشدد على نفسك حتى لا يشد الله عليك. فاللي صار إنهم شروها بالثمن الغالي وذبحوها، فقلنا ضربوه ببعضها، ضربوا هذا الميت ببعض أي جزء من هذه البقرة، فأخذوا كتف هذه البقرة وضربوه هذا الميت بهذا الكتف فأنطقه الله، طبعا حياه فترة بسيطة. قال إن قاتلي هو ابن أخي، قد مات مرة ثانية. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مثال قدرة إحياء الله عز وجل للأموات بشيء ميت وهو كتف البقرة. البقرة ميتة خاصة كتف، لكن هذا إعجاز بقدرة الله عز وجل بأنه يستطيع أن يحيي الموتى كيفما شاء سبحانه وتعالى. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. وضرب المثال بالبقرة يعني هذه الدابة وهذا الحيوان الذي هو في الحقيقة مفيد للإنسان في أشياء كثيرة وخاصة في قضية الألبان. فألبان البقر مفيدة للإنسان، ومن إنتاجها يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء كثيرة، ومن جلود الأبقار كذلك يصنع يعني الأحذية وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الإنسان. وكذلك أن هذه الدابة أليفة مع الإنسان، يعني يستألفها الإنسان بشكل طيب وجميل، وهي تستطيع أن تأكل من المراعي وتنم من هذه الأعشاب المفيدة التي إذا كان الشيء طبيعي منها فإن ألبانها تأتي بشيء جميل ومفيد، خاصة في تكوين الكالسيوم في جسم الإنسان. الحليب من المواد المهمة في تكوين الكالسيوم في جسم الإنسان، ولذلك هناك بعض الدواب الأخرى كذلك الحلوب مثل الإبل ومثل الغنم، ولكن هذه البقرة إنتاجها وافر وسهلة التربية أكثر من غيرها من الدواب. فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما ضرب بها هذا المثال دليل على أهمية هذا الكائن بالنسبة للإنسان وحاجته له في توفير الحليب والجلد للمصانع، وكذلك توفير اللحم، وهذا هو معروف عند الإنسان بوفرة الأبقار للحوم وما يستفيد منها بأنواع ما يأكله من أصناف اللحوم. وهذا دليل على أهمية هذا الحيوان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وسمي بسورة البقرة في كتاب الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد، وإلى لقاءنا آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.